هدى حسين الرقم الصعب بالدراما الخليجية وإحدى أبرز أيقوناتها، نجاحات ضخمة متتالية حققتهم خلال السنوات الأخيرة عبر عدة أعمال درامية تركت بصمة كبيرة مثل شخصية هند بملح وسمرة. سمعي سمعي دكتورة مريم، بذمتك هذا حكي مو كذي. شخصية حميدة بعودة خالتي، وإذا أنت على بالك بطريقتك هذه تخوفني فأنت غلطان وما راح تحصل حاجتك اللي انت تبيها. شخصية عيلة بمسلسل من شارع الهرم إلى أنت عليكم تأخذون عقلي مني، وغيرهم اللي كتير على الشاشة صغيرة وعلى خشبة المسرح. وعن هالمسيرة الطويلة تم تكريم هدى حسين ببيروت كأحدى نجمات الزمن الماضي الجميل وكأحدى مبدعات الزمن الحالي، وعلى هامش هالتكريم التقيها الزميل فراس حليمة. يعني نحن ربينا على جملة الكويت لؤلؤة الخليج. نعم، بس اليوم صرنا بنقول غير ان الكويت لؤلؤة الخليج، هدى حسين لؤلؤة الفن الخليجي. يا حبيبي، وانا في دانة لبنان مثل ما يقولون، لبنان باريس الشرق يعني، وهذا بحد ذاته يعني ما تتخيل المشاعر اللي عندي شكتر لبيروت يعني. بنفرح بنجاحاتك، يعني كل سنة نجاح أكبر من نجاح، وكل سنة بصمة أحلى من بصمة، وكل سنة عمل عم يوصل عربيا أكثر من عمل. مبروك هالنجاحات الحلوة، تاريخك كبير وأعمالك مهمة كتيرة، ولكن أن الواحد يضل يستمر بنفس مستوى النجاح مش سهل. صحيح، يعني أنت عارف البني آدم يعني كل ما نجح لعمل يظل قلق على ما سيأتي بعد من عمل، فهذه حالة القلق دائما مع الفنان اللي يعني يصل إلى قلوب الناس ويصل إلى مرحلة معينة من النجاح، ظل في حالة من الأرق والقلق والتفكير الدائم ماذا سأقدم فيما بعد. فهذا الهاجس عندي حقيقي يعني، خلصت من عمل، يا ترى العمل، مو بس أنا أسأل نفسي، اللي أمامي الناس يسألوني يا ترى إيش راح تقدمين باللي جاي، فهذا يسبب لي رعب يعني، عرف. فبس الحمد لله دائما أنا أسعى وأبحث وأكون صادقة مع روحي بالشيء اللي أقدمه للجمهور وأصل لقلب الجمهور، فأنا أكون مرتاحة. أحياناً أنا لما أكون داخل عمل عم صور 3-4 أشهر، أحد يتصل فيني مثل فراس يتصل فيني، تعالي أبيك في لقاء. أقول له فراس اعذرني والله ماني قادرة أطلع من الشخصية، ماني قادرة أطلع من المود. ففعلاً في ناس كثير تزعل علي أنه يعني كم لقاء أو لقاء نطلبك وأنتي ما تحضرين هذه اللقاءات. ففعلاً أكون مشغولة في الشخصية، باللون، بالشكل، بالشعر، الحالة النفسية اللي أنا يعني أكون فيها في هالـ4-5 أشهر. وبالفعل هدى حسين بتعطي كل شخصية حقها للآخر، وهالشي كنا شفناه مؤخراً بمسلسل ملح وسمرة اللي حقق نجاح كبير وقدمت خلاله شخصية هند. الحين صار عندك بدل الشاهد واحد 3 شهود، خليهم كلهم يشهدوني أنا طقيت ولدك، وما يهمني، خلي يكبر الموضوع اللي يصير يصير، المهم هذا السبع شاف لطراق بعينها. ملح وسمرة حقيقة لقى يعني من النجاح ومن الصدى ومن ردة فعل جميلة عند الجمهور، ويمكن حضرتك تتابع بتويتر كل وسائل السوشيال ميديا، يعني بعض المشاهد تؤخذ وتستقطع ويحطونها في تويتر وفي انستغرام والتيك توك. يعني أنا يمكن ماني متابعة تيك توك وايد، يقولوا لي وصلت 2.5 بليون، وأنا مو يعني معقولة، خاف يمكن تكذبون علي، فيقول لا والله واصلة. من تستقطع بعض المشاهد اللي تحس فيها تأثير على المشاهد أو لها معنى أو لها مغزى فياخذها ويستقطعها، هذا بحد ذاته طبعا فرح، نجاح، تجلي. أشعر أحيانا بالتجلي لما أشوف مثل هذه المشاهد المستقطعة على السوشيال ميديا. الدراما الخليجية مؤخرا عم تشهد تقدم كبير وواضح، وهالأمر عم ينعكس بشكل إيجابي على انتشارها عربيا، والفضل طبعا بيعود لصناع هالقطاع من منتجين، مخرجين، كتاب وممثلين. كلنا اليوم عم نحكي عن هالتحسن الإنتاجي الكبير اللي عم تشهده الدراما الخليجية والكويتية، هالصورة اللي صارت هيك عم تطلع حلوة ولافتة للنظر بالتفاصيل، أدي أنت حاسة بتحسن وأدي حاسة بانتشار أوسع؟ لما يكون في منتج يشتغل صح ويكون هو فنان قبل أن يكون منتج، هذا واحد. 2، لما يتشاور مع المؤلف ويتشاور مع المخرج وتكون جلسات عمل، هذا معناته إنسان يفهم، مو يعني دكتاتورية أو سيطرة بدكم تجيبوا فلان أو فلان ولا لا، لا، من تشوفونه في المكان المناسب، في الشخصية المناسبة، في هذا النص يؤدي الدور.
لما يكون منتج بكل هذه المواصفات أنت ترتاح تشتغل معه. الحقيقة آخر سنوات يمكن 5 سنوات أنا كنت مع الأستاذ جمال سنان، وجدت الراحة النفسية عنده في أنه النص اللي يعني حابة أنا أشتغله ما يقول لا، هو يبحث عن النصوص الجيدة، يقول اقروا مرة واثنين وثلاثة هل هذا النص يقدم الشيء الجديد أو لا يقدم، منتم مجبرين على أنه بس نقدم نص وخلاص، لا يبي النجاح، يبي النجاح بقروبه بممثلين بناسه، فقلما ما تجد منتج بهذا الشكل. تشترطي مين بدك معك مين الكاست؟ لا لا لا, لا 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 انا ديمقراطيه واحب اسمع اراء الاخرين، يعني مثل ما المخرج يطرح اسماء، المؤلف يطرح اسماء، المنتج وانا ونتفق، يعني ابدا ما عندي هالديكتاتوريه. كثير اوقات بنسال النجمات مع مين بتحبوا تشتغلوا بالدراما الخليجية، بيقولوا هدى حسين. نعم. إذا سألنيك مع مين بتحبي تشتغلي مع النجمات من النجمات العربيات، مع مين عبالك يجمعك عمل؟ شوف عشان لا أكون يعني مجحفة بحق الآخرين، لبنان مليئة حقيقة بالنجمات العربيات اللبنانيات الموهوبات اللي تسيدوا، خلينا نقول سوريا تحتار تقول هذه أو هذه أو هذه أو هذه، ففي كم جميل من لبنان ومن سوريا من النجمات والنجوم الرجال الحقيقة اللي صعب انه ويحتار الواحد يشتغل فيهم او مع منه. يعني الى جانب التمثيل، هدى حسين تعتبر من اهم الوجوه الاعلانية بالخليج العربي، فاهم الشركات بتوقع معها كوجه اعلاني لها، وهي النجمة المعروفة بأناقتها وجمالها. هالمحافظة دائما على الجمال والاناقة والرشاقة. تسلم. خبريني كيف، شو عندك سر؟ والله ما في شيء، انا بحب الاكل. بس يعني ها شوي احيانا اسوي سبور. تعشينا سوا من كم يوم. ايه من تعشينا انا وياكم من كم يوم، يعني باكل خفيف بالليل، يعني ما باكل اشياء دسمه. بسوي سبور، يوغا ما يوغا وستريتشنج، وبمشي شوي، يعني كنت في اوروبا قضيتها مشي. مشي مشي مشي. بعدين يعني هو ما في سر، الجمال هو دائما الانسان سبحان الله اللي في داخله ينعكس على وجهه، فإذا أنت نقي وصافي من داخله ومتصالح مع روحك هذا كله يبان على وجهك ولله الحمد. وزيارة الدكتور من وقت للتاني ولا لا بعيدة عنا؟ لا بلا، بس آخر عملين لا، لأنه المخرج كان عاوز هذه الخطوط. يعني ملح وسمرة لا، لأنه هي جدة. واللي قبله كان في شارع الهرم جدة. بكير بعد يا عم، يا جماعة يا منتجين يا أساتذة بعدنا من إيه. لا بس ما يعني ما شوف انا يعني قلت لك انا ممثله بالدرجه الاولى، مستعده العب وحده عمرها 90 سنه بالكاركتر، بادواتي هي تساعدني، بالحاله النفسيه اللي اعيشها، كون انه انا اكون جده. لا الان في زمننا هذا كثير في جدات في نفس العمر، واسم الله تشوفها هي مع بنتها وكانها اختها مش بنتها. صحيح صحيح. عرف؟ صحيح. فما عندي اشكاليه او انه العقده انه انا في هذا العمر لا اخذ جده وابني، يعني مثلا في شارع الهرم ما بيني وبين خالد البريتشي سنوات كثيره، بس بين ان ابني، اقنعت الناس انه هو ابني. عرف؟ فمو ما عندي مشكله ولا معضله فيها هذه ابدا. ثانك يو، ما بدي اطول لك اكثر من كل هذا، ما طولت. مرسي يا حبيبي في راسي. مع هالسؤال انهينا لقائنا مع ست الحسن، اللقب اللي كسبته هدى حسين بعد تقديمها لعمل بيحمل الاسم نفسه، الى جانب تلقيبها بملكة الدراما الخليجية، وهي بالفعل بعين جمهورها احلى ملكة.